زي حضراتكم كده من 61 سنة، حلفت اليمين القانونية يوم 19/8/59 لأكون محاميا. وقتما ذاك حلفت اليمين بشخصي، إنما مثلت أمام الأستاذ المستشار الجليل محمود عبد اللطيف رئيس محكمة الاستئناف العالي إبان ذلك ودفعة 1925، كنت بمفردي وحلفت اليمين أمامه بمفردي. الكلام ده بقوله ليه؟ لأنه إحنا كل عملنا فيه الشكل والهيبة، الشكل والهيبة. القاضي لا يدخل إلا بالوشاح، وفي بعض الدول يدخل بالباروكة كمان فوق الوشاح، والمحامي لا يمثل أمام المحكمة إلا بالروب. العدالة في جزء منها شكل، وهيبة اليمين مستمدة من الظرف الذي يلقى فيه قبل أن يكون عبارات ينطق بها. في واحد ينطق العبارات زي الببغان لا تمثل لديه شيئه، بيكرر تتلى عليه فيكررها، وفيه واحد يحسها. لا جدال أنك حينما تقسم اليمين بمفردك المهابة موجودة والإحساس بمعاني الكلمات موجود. من حظكم أنكم تبدأون المحاماة في وقت عسير، لدرجة أننا قد اضطررنا لإرجاء القسم عدة مرات. لم يكن هذا تراخيا، وإنما كان خضوعا لظروف الوباء والحرص على حيواتكم، فتراكمت الأعداد. وحتى من قبل أن تتراكم الأعداد لم يكن يتاح في السنوات الأخيرة للمحامين أن يقسم كل منهم اليمين على انفراد، وإنما في مجاميع. هتقسموا اليمين في مجاميع، بس أنا حبيت قبل ما تقسموا اليمين إن أنا أكلمكم في معنى المحاماة ومعناه، لأنه على قدر ما بقول إنه بتبدأوا في وقت عسير، على قد ما بقول أن الأمل معقود عليكم. اوعوا تنسوا إن الراجل العجوز قال لكم الكلمة دي النهاردة، الأمل معقود عليكم. بيننا وبين المحاماة الآن فراسخ وأميال، بيننا وبين مهابة المحاماة فراسخ وأميال، بيننا وبين تقاليد المحاماة فراسخ وأميال، بيننا وبين آداب المحاماة وأدب المحاماة فراسخ وأميال. الأمل عليكم معقود في أن نتقدم بكم مرة أخرى إلى المحاماة في جلالها ومهابتها وكرامتها وعفتها وزهدها وأدبها. بتخشوا على شبكة الإنترنت هتلاقوا في ناس بينتموا للمحاماة بيسبون البعض سبا مقذعا بذيئا قبيحا، وكثير منهم أم قليل يسب نقيب المحامين سبا قبيحا، وقد كان يمكن أن يكون هذا مبررا ولا مبرر إذا كان الساب القاذف الشاتم يتوسد أمرا يعترض فيه، إنما هذا سب للسب.
لن تكون محترما إلا إذا احترمت الآخرين. أقولها تاني، لن تكون محترما إلا إذا احترمت الآخرين. وليس يعقل أن نطالب المجتمع باحترام المحاماة ونحن لا نحترمها، وليس معقولا أن يلبي المجتمع ليحترم المحامين ونحن لا نحترم بعضنا البعض. أمامكم رسالة أرجو أن تمسكوا بها، قسم اللي هتقسموه مختار فيه ألفاظ بعناية، القسم بممارسة المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال. ممكن وإحنا بنردد القسم بنجري على الكلام، إنما أنا مش عاوز نجري على كل كلمة، بالعكس يجب أن نقف على كل كلمة. الشرف لها معنى والأمانة لها معنى والاستقلال لها معنى. الاستقلال والحرية هما لب المحاماة. المحامي إذا فقد استقلاله فقد قدرته على أن يؤدي دفاعه. الأمانة هي لب المحاماة. المحامي أمين على القضية التي يتولاها. المحامي أمين على سر موكله الذي يطلعه عليه. المحامي أمين في أدائه لمرافعاته المكتوبة والشفهية. المحامي أمين في سلوكه في المجتمع. الأمانة قاسم مشترك كبير جدا مع الشرف الذي في أول الإيه القسم في المحاماة. يبقى احنا لما نحلف اليمين نقف عند كل كلمة من هذه الكلمات، هتلاقوا في الفقرة التالية وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة. نجري حاليها كده ولا نقف نقول الله ايه بقى نحافظ على سر مهنة المحاماة؟ هتشوفوا دلوقتي في محامين بتحترف انها تتاجر بأسرار موكليها، وفي بعضهم يرفع قضايا للاستعراض، وفي بعضهم لا يتورع عن انه يكشف ادق اسرار موكله وادق اسرار الوكالة. هذه جريمة اولا معاقب عليها في القانون، وهذا ايضا هدم لامانة المحاماة ولوجوب المحافظة على سر المهنة. حتى ان القانون اعفى المحامي من الشهادة اذا كان موضوعها يتصادم مع وجوب احتفاظه بسر المهنة وتقاليدها. يعني بقية العبارة وتقاليدها. قصة كبيرة جدا تقاليد المحاماة دي. قصة. انا بدأت المحاماة سنة 59 وانا حاضر في الجلسة، وكان ابي رحمه الله كان نقيب محامين في المنوفية ومعه زملائه. انا كنا في اوضه المداولة فانا اتكأت كده وانا قاعد، لقيت الله يرحمه الاستاذ ميخائيل السنباطي بيغمزني قال لي اقعد عدل. احمد الخواجة نقيب المحامين العظيم اتدرب في مكتب الدكتور محمد هاشم الذي تبوأ وزارة الداخلية في وزارة حسين باشا سري، وكان محاميا جهبزا دكتور زكي محمد هاشم، ده غير زكي هاشم. وبيحكي لي انه مرة محمد هاشم رجعه البيت عشان يغير الجزمة، عشان راح المكتب بجزمة مكسان من غير رباط، وكانت التقاليد آنذاك تفرض ارتداء الحذاء بالرباط. مش عاوز اكلمكم عن الروب، لا، المحاماة كلها تقاليد، واهم هذه التقاليد ما نسميه ادب الحوار وادب الكلمة واتقان كمية من المعارف تبرر للمحامي ان يكون محلقا فوق السحاب
وأن يصل إلى إقناع المتلقين من قضاة وقد يكونوا أسبق منه تخرجا وأكبر عمرا وأكثر خبرة، ولكن المحامي يستمد هذا الامتياز أو هذه القدرة من حرصه الحريص على أن ينمي معلوماته ومعارفه بعامة وأن يدرس قضيته بخاصة دراسة جيدة عميقة. آخر اليمين احترام الدستور والقانون، وظني أن أحدا ينتمي لمصر من المحال ألا يحترم الدستور والقانون. آسف إذا كنت قد أطلت عليكم بعض الإطالة، وإنما أحببت أن أعطيكم شحنة معنوية تبدأ بها المحاماة. بسم الله الرحمن الرحيم. تدور الأيام وتمضي، الجيل قبل الماضي الذي انتمى إليه أبي رحمة الله عليه لم يكن في حقل المحاماة في مصر إلا أستاذات معدودات، الأستاذة أمينة الأيوبي أو نعيمة، متأسف، الأستاذة نعيمة الأيوبي والأستاذة مفيدة عبد الرحمن وربما اثنين أو ثلاثة. دار الزمن دورة صغيرة فانضمت إليهم الأستاذة عطيات الخربطلي وبدأت المحاماة تشهد انتعاشا في دور المرأة وتزايدا في الأعداد. بان أن كنت في كلية الحقوق جامعة القاهرة من عام 1955 إلى أن تخرجت فيها عام 1959، كان دفعتي فيها ست بنات بس، ما شاء الله. دلوقتي حينما أذهب إلى الجامعة أجد أن عدد الإناث أكثر ربما من عدد الذكور. هذه بشارة، ومن ضمن هذه البشارات، واعذروني أنني أكلم حواء لأنه جلسة جلستها، أنه لأول مرة يبقى مجلس نقابة المحامين مزين بسيدة، عضو في المجلس، مجلس نقابة العامة للمحامين، وتطلع بدور كبير جدا في المجلس وفي النقابة وللمحاماة. حواء كانت ولا تزال هي معقد الرجاء في الإنسانية. حواء الكبيرة هي أمنا كلنا، وحواء هي اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام: أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي. حيثما توجد حواء توجد الرحمة والبذل والعطاء بلا حدود. العطاء ده قدر المرأة، أنها صانعة الحياة وأنها عمود كل أسرة. ودعوني أقول لكم أو لكنا أننا نعقد الرجاء الحقيقي على ازدياد عدد المحاميات في صفوف المحاماة. ليه؟ حيثما توجد حواء يتأدب الرجل،
حيثما توجد حواء يحاول الرجل أن يتجمل حتى وإن كان سيء الطبع أو سيء الخلق. وجود حواء يشجع كل رجل على أن يخرج أجمل وأعز ما لديه. هذه طبيعة فطرية في البشر. هناك آمال أخرى معقودة على حواء بعامة وفي نقابة المحامين بخاصة. حواء هي المؤهلة لمقاومة التطرف دون أن تدفع الضريبة التي يدفعها المقاومون من الرجال، ومساحة تأثيرها في هذه الاستنارة أوسع من مساحة تأثير الرجل، لأن المرأة هي عمود البيت وعمود الأسرة، وهي التي تربي، وهي التي نلتزم حتى وإن اختلفنا معها في الرأي أن نقدم لها الاحترام الواجب وألا نتجاوز في التعامل معها. من الملحوظات التي تضنيني الآن أن معظم قضايا المرأة يناقشها الرجال والنساء صامتات. ظني أنه واجب على كل حواء أن تتبنى قضايا حواء، سواء في المجتمع بعامة أو في نقابة المحامين بخاصة. ستواجهكم صعوبات في المحاماة. نقول دوما المحاماه ما تقبلش ضره، يعني لابد لممارس المحاماه رجلا او امراه ان يتفانى في المحاماه لانها لا تقبل شريكا، والمراه يعترضها واجبات لا تعترض الرجل. يعترض المراه انها قبل ان تنزل الى المحكمه مسؤولة عن تجهيز أطفالها وإفطارهم وإعدادهم للذهاب إلى المدرسة، ومسؤولة قبل أن يعودوا ويعود الزوج، وهي عائدة منهكة من النيابة أو المحكمة أن تعد الطعام لهذه الزوج، وهي مسؤولة أثناء الليل وأطراف النهار على أن تنجد أطفالها وأن ترعاهم في الوقت الذي فيه ينفرد المحامي بأنه يكرس كل وقته بلا أعباء لمذاكرة أو تدارس قضاياه. هذه الصعوبات لا يمكن لحواء أن تجتزها ولا أن تنهض بأعبائها إلا بحب المحاماة. حب المحاماة، حينما تحبين المحاماة سوف ستتجاوزين كل هذه الصعاب، وسوف تذوبين فيها دون أن تخلي بمهامك الأخرى في الحياة. بقي أن أقول لكم كلمة عن اليمين الذي سوف تقسموه، أن كل لفظ فيه يستحضر معنى ويستحضر مبدأ من مبادئ المحاماة، علينا أن نعيها وأن ندركها وأن نحسها ونحن نقسم اليمين. لا نقسمه كمجرد ترديد لا يحس بالمعاني، وإلا فقد اليمين مشروعيته وغايته. من أعد اليمين وهم أجدادنا اختاروا فيه عصب المحاماة، المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوفر في المحامي والمحامية وفي المحاماة. هتجدوا في اليمين القسم بالله العظيم، وستجدنا في اليمين
أن ممارسة المحاماة وأعمالها يجب أن تكون بالشرف وبالأمانة وبالاستقلال. الشرف مسائل هي لب حياة حواء، الشرف هو لب حياة حواء وهو لب المحاماة، ولكن إلى جوار الشرف المحاماة المحامي والمحامية يحمل أمانة، يحمل أمانة الوكالة وأمانة الدفاع وأمانة القضية وأمانة التقاليد وأمانة السلوك، إلى مجموعة كبيرة جدا من الأمانات التي يحملها المحامي والمحامية على عاتقهما. أما الاستقلال فهو الحرية. عظمة المحاماة أن المحامي فيها والمحامية مستغنيان، لا يستطيع أحد أن يقتنص ولا أن يهز حرية أي منهما. ليه؟ لأن المحامي والمحامية خارج على باب الله ورزقه على الله، لا ينتظر أجراً ولا راتباً من وظيفة ولا من موظف ولا من أي جهة كانت، وإنما عرقه وعقله وفكره هو بضاعته. هذه البضاعة هي أساس مشروعية المحاماة. ليه؟ أي مهنة غير المحاماة وأي وظيفة يستطيع السائر فيها أن يسير في الطابور. أما المحامي والمحامية فلا بد أن يغرد خارج السرب. ليه؟ لأنه زي ما المحاماة قيام بأمانة عن الغير، ودي أمانة، فهي أيضا مخاطبة لوجدانات أخرى من الغير. تسعى المحامية ويسعى المحامي إلى إحداث تأثير فيهما، ربما ليغير عقيدة سبقت إلى ذهن وعقيدة القاضي. لن يستطيع المحامي ولا المحامية أن يصل إلى هذا الإقناع وربما لهيئة تسبقه تخرجا وتكبره عمرا وتزيد عنه خبرة إلا إذا كان مغردا خارج السرب. يعني إيه مغردا خارج السرب؟ مش بالطابور. المحامي محلق، محلق في جمع الفكر وجمع العلم وجمع المعارف وجمع الثقافات وجمع الخبرات، وهو محلق في قراءته لقضيته وفي مرافعته. المرافعة كما علمنا سلفا مسرحية، المرافعة الشفوية مسرحية يقوم فيها المحامي بدور المؤلف، هو مؤلف النص، هو اللي كاتب المادة في عقله، وبدور المخرج هيوقف هنا ولا هنا ولا هنا، هيعلي صوته ولا هيوطيه ولا، وهو المؤدي، دور الممثل في المسرحية. لا يتأتى للمحامي أن يقوم بهذا الدور إلا إذا كان عاشقا للمحاماة ومرتبطا أيضا بمهابة المحاماة وبمجموعة تقاليد المحاماة. من تقاليد المحاماة الزي، كما أن الرجل مطالب بأن لا يذهب إلى المحكمة إلا بربطة العنق والبدلة، فإن حواء مطالبة أيضا بأن لا ترتدي من الأزياء إلا ما يتفق مع جلالها ودورها والاحترام الواجب لها والتوقير في ساحة القضاء. هذه مسألة حواء هي الرقيبة فيها على نفسها، المحامية هي التي تتولى أمورها، وعلى قدر الحكمة والحصافة في توليها على قدر ما تفرض احترامها في المحيط الذي تعمل معه. علينا أن نعترف بأننا لازلنا حتى الآن في مجتمع ذكوري،
الذكر فيه يستقل بمعظم الأشياء، وحواء تحفر في الصخر لتشق طريقها، احفرنا في الصخر ولا تهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنضمون إلى نقابة المحامين في أحرج أوقاتها. ليست النقابة ولا المحاماة في أحسن أحوالها الآن، ومعقد الرجاء أن نقاتل جميعا لنعود إلى المحاماة ونرد الهيبة إليها ونجلو صورة المحامي والمحامية في عيون الناس. لن يتأتى لنا هذا بغير التواصل بين الأجيال، وحينما ندرس حركات التاريخ والدعوات الدينية نجد أنها قد قامت على الشباب. كان الحواريون الذين ناصروا السيد المسيح عليه السلام من الشباب، وهم قد بذلوا شبابهم وحماسهم وخضارهم في نشر دعوة السيد المسيح، وكانت دعوة الهادي البشير عليه الصلاة والسلام قائمة أول ما قامت على الشباب وعلى الفقراء والمهمشين، فيما عدا أبي بكر الصديق الذي كان قريبا من سن النبي عليه الصلاة والسلام، كان الجميع من الشباب. الإمام علي بن أبي طالب كان في سن 8 إلى 10 حينما آمن بدعوة الإسلام، وقد كان من اليوم الأول الفدائي الأول للإسلام. ومن يتابع السيرة النبوية وسيرة الإمام يجد أنه كان حاضرا فدائيا وباذلا وعلى رأس الشباب في المنافحة عن الإسلام. كان الزبير بن العوام في 11، وكان طلحة ابن عبيد الله في نحو ذلك، وكان عثمان بن عفان لا يكبرهم إلا قليلا، وهكذا كان عبد الرحمن بن عوف، وهكذا أيضا كان أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين الأمة. أينما ولينا في دراسة السيرة النبوية سنجد أنها قامت على أكتاف الشباب، حتى حينما انتقل الإسلام إلى المدينة واحتضنه الأنصار كان معظم الأنصار من الشباب. الشباب هم عدة اليوم وأمل الغد. ادرسوا كل الثورات، ادرسوا كل الحركات الاجتماعية، ادرسوا كل المذاهب الفكرية، هتجدوا أن رمانة الميزان هي الشباب. ومن هنا على قدر ما قد يضيق صدر جيلنا من ابتعادنا عن المحاماة، على قدر معقد رجائنا في أن نلمس فيكم أنتم الأجيال الصاعدة أن تقودوا مسيرة
حية طاهرة خضراء للعودة إلى قيم المحاماة وتقاليد المحاماة وكرامة المحاماة. القسم الذي سوف نتشارك فيه هو قسم بكل قيم ومبادئ المحاماة، هو قسم بشرف المحاماة، هو قسم بأمانة المحاماة، وأمانة المحاماة الركن الركين في هذه الرسالة السامية التي لا يتأتى للمحامي والمحامية أن يقوم بها إلا بشحنة هائلة من هذه الأمانة، هذه الأمانة التي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لحبيبه الأثير أبي ذر الغفاري: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. المحامي ينافح عن غيره ويخوض المعارك من أجل غيره ويخاطر بمصالحه وقد يخاطر بحياته من أجل غيره، ثم إنه يتحدث بحجته إلى غيره، يخاطب قضاة غيره ويتحدث إلى نيابة غيره ويسعى هنا وهناك محاولا أن يحمي حقوق الغير الذي يدافع عنه لدى الغير. لا يمكن المحامي والمحامية ينهض بهذه الرسالة ما لم تكن الأمانة هي عصب المحاماة وعصب المحامي والمحامية. الاستقلال ركن ركين في المحاماة، لا محاماة بغير حريات واستقلال. قيمة وعظمة المحاماة أن لا أحد يمكن أن يسيطر عليه ولا أن يحتوي المحامي والمحامية، لأن الاستقلال والحرية هما لب المحاماة. المحامي يخوض الغمار وحده، يقاتل وحده، يدافع عن موكله وحده. المحامي لا يخضع لا للرئيس ولا لصاحب منصب ولا لصاحب جاه ولا يخضع حتى للقاضي الذي يتحدث إليه، بل هو وكما قال أستاذنا المرحوم عبد العزيز باشا فهمي هو معلم القاضي. المحامي هو معلم القاضي. شريطته أن يفهم المحامي والمحامية أنه معلم وأنه يمتلك ما يجعله قادرا على أداء دور المعلم. ليه دور المعلم؟ لأن لب المحاماة إقناع، ولن يتأتى للمحامي والمحامية هذا الإقناع ما لم يكن معلما، والمعلم لابد أن يكون متسلحا بالعلم والمعارف والثقافة والموهبة والدربة والممارسة والإخلاص. المحاماة تقاليد، الشكل فيها مهم جدا، شكل الروب أساسي، زي المحامي وارتباطه بشكل معين أساسي. وحذكر لكم قصة رواها لي النقيب العظيم أحمد الخواجة وكان يتدرب في مكتب الدكتور محمد هاشم الذي تبوأ منصب وزير الداخلية في وزارة حسين باشا سري، رجعه البيت عشان يلبس جزمة برباط عشان راح المكتب بجزمة مكسان من غير رباط. زيك مهم جدا، أما زي حواء
فهو أكثر من مهم، لأنها تتعامل داخل مجتمع ذكوري وداخل فئات من الناس ربما بل إن رصيدهم من الأخلاق لا يصل إلى ما نتمناه. على المحامية حواء فضلا عن الروب والرداء أن تراعي زيها، لأن الزي جزء أساسي جدا من مكونات الشخصية، وهو أساسي أيضا في أن تفسح لنفسها المكان اللائق وسط زملائها وأمام القضاة ووسط جمهور المتقاضين والنظارة. التقاليد بالغة الأهمية في حياة المحامي والمحاماة. لا أريد أن أطيل عليكم رغم أن الحديث إليكم ذو شجون ولا أشبع منه، ودائما أجد نفسي وأنا أتحدث إلى الأجيال الجديدة في المحاماة شفيعي، أننا إن شاء الله سوف نلتقي أكثر من مرة، وعهد وميثاق أن أحاضر في هذه القاعة كما حضرت سلفا إلى الأجيال التي تشرف المحاماة الآن في مبادئ وقيم وفنون ومواهب المحاماة. حسبنا اليوم أن نتشارك معا في قسم أرجو أن نحس كل كلمة فيه، أرجو ألا نردده كمجرد ترديد، فإن كل كلمة من هذا القسم تحمل مبدأ من مبادئ المحاماة يجب أن يستقر في وجدان كل منا، ويجب أن يكون مهجة أرواحنا وأساس سلوكنا وغايتنا.